لا إله إلا الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن شاء الله صلي بالحوش. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الملك لا سبحان الله، حق لا إله إلا الله، محمد رسول الله. صار لي مدة غلط عن الحوش لا بالشهادة. سبحانه 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 لا إله إلا الله. ليس صباحكم جميعا رب العالمين، وغفر لنا وغفر لكم، ويرحم موتانا وموتى المسلمين والعالم أجمعين، وشافي كل مريض يا رب، شافي شيخنا يا رب يا حبيب الردة سالم غانم، شافي مرضانا أجمعين. لا إله إلا صباح الخير. اللي يونس انه اللي يزرع الياسمين عند الباب، شوفوا شلون، فاول ما تدخل من الباب تستقبلك الريحه الحلوه، الياسمين كله طالع، الياسمين الهندي ما شاء الله. زمان ما افترت في حديقتي هذه، ريحه الياسمين معبيه المكان. أنا شربك بين الشير لما الجراس طالع في خرطيباتنا، يا سلام، هذا تمر بعد، مو بس رطب استوى، تمر تمر، يه 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 يه. الله ان شاء الله بدر طبة زينة، لا هذه يابسة، يابسة قد حكت يوقع بعد أخ ليلات جني. شوف العاشق الثاني، أيوة كاهية هذه مقرجة عدل، شوفوا يا سلام، يه 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 يه. تمر زاهد مولية، أكو نعمة أحسن من هالنعمة يا ربي يا حبيب، ربي لك الحمد والشكر، تمشى في بيتك وتريق من الشيرة، نعمة وخير. البنبرة خلاص طيحت حتى انها اللي فيها كل راحة. هذولي بعد بشرين كاملين من تمرين. هذا هاوينا كله. اوه تمر تمر ما ينجاز كلش. يا سلام، هذا النخل طوال طوال وايد، هذا من استوينا هنا في البيت زرعنا ويا ابوي بالسكة، فالسنة ما قدروا، ما عندنا عكاكير عدلة اللي يركبون فوق ويسوون يحطون عليه الشبك، خلي ناسب يلحق هالطيور، اكلوا البلابيل لين شبعوا، بلابيل وغيرهم المينا وال... صارت اثوك خالية. ان شاء الله لا اله الا الله. هذه اللوزة اللي من وعلي العازمي ما قصر، كهي بعد والله شكشكة حاملة ضاربة، هذه ما ارتفعت وايد، اللوزة الثانية مكانها بس والله ضاربة عدل بعد، يلا الحمد لله. وهذه سدرتنا، السدرة العجيبة اللي فيها 5 أصناف، ما قصرت يا ابو طالب، شوف حلوها استوت، لا اله الا الله، شوف عروقها، الله يطرح لك البركة، ما شاء الله عليه، ادينا خضرة، شوف شلون سواها هو، ركبها 5 أنواع بدي 4 أنواع استوتها، هذا برسل أولي
هذا من عمر احمد اظن 40 سنه عمرها او 39 سنه ان شاء الله. هذه التوته قرطفوها كلها، قال لي احسن لها كذي، خدت بدلي فوق رايحه مشاركه من خلويه مكانها. ما طلع اليوم ياسمين الصبح غير ياسمين الهندي، هو اللي ريحته تفوح والبلابل تصوت. لا اله الا الله. شوف 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 عند الباب يستقبلك بهالريحه الطيبه، يجعل ايامكم سعاده وسرور وزهور. ياسمين لا اله الا الله سبحانه. ترى الليتات نطفيهم. حج سليم ما يقوم الا الضحى، ما يقوم الحين. هذه الأمية تنعم ان شاء الله بشكشكه. شوف ماكو احد، اني ما حطوا لهم اكل اليوم. الماي تارسين بس الماي. شوف كبسة الاكل فاضيه، انا بروح اجيب لهم من الستور داخل. سعد صباحكم، صباح الخير على الكل والجميع. اليوم مشتهي وفقع، هذه الطريقة سويتها بالبرنامج بس قلت أسويها وياكم هني. طبعا مع اختلاف بسيط هناك لأن القص الكت كانت غير. عندي هالضريعات من تهطلي، ها شوفوهم هني، الريش كاملة كلها مقصوصة قطعتين، وهذا الماعون من الفرن. فهذول الحين ببهرهم. تعالي كماري، كماري تلعبين منك، تعالي حطي قفشة بزار. هذا بهار أمي، حطي قفشة هني. أيوة قفشة كاملة، بعد واحدة، بعد واحدة. أيوة تمام، حطي قفشة ملح. أيوة حطي كركم شوية تمام، وبهري الحما فركيها كلها. عقب ما تبهرينها شوحيها مقلي يمين ويسار، ويبيها عشان أحطها هني. ها وهذا الفقع هم اسعد ترى يحمل لانه يجينا من الفريزر. بحمسه مع البصل وزبده وشويه فلفل اسود، هذا اللي بتكون الحشوه الداخليه. عقب ادخلهم الفرن يكملون سواهم على كيفهم. بسوي وياهم عاد عيش بشعريه ولا عيش عادي، شوف عاد شنو نختار نوعيه العيش. الطريقه كلش سهله والذ منها ماكو. اذا ما حصل الفقع حطوا مشروم، يعطيكم هم تيست حلو بعد. كركمي كله عدل بس وقلي من غير ما يتكسر عشان بحط سيده هني. ها سيده يصير حمار ويبي. ما شاء الله بروح ريحته الحين فخرت كذي مع البهار. خلينا تصير قلي ويبي لي. ها ايوه ويبي لي هذا هني تحت راوند راوند بصل سيده عشان احطهم فوقه وادخله الفرن يستوي على راحته. والماي اللي بصبه عليه او بخليه رطوبه شويه فيه، شويه طماط طري مع شويه من ماي الفقع اللي هو هذا هني، ماي الفوح اللي عندي. فتصير اللحنه العجيبه. تحمر البصل شوي. ماعون صفي البصيلات. هي تصير الارضيه هذه. لا تخافون من البصل راح يذوب كله، لانه قاعد تقريبا ساعتين بالفرن فبيذوب البصل كله. اعطينا يخنه عجيبه واللحم يصير مول طايح من الضلوع. هذا اللي يحبون الضليعات يكيفون عليه. البصل بس انظره يشوقر شوي. ايوه هذا اللي ابي انا بعطيه. الله يسلم عمركم. حبيبه ملح عشان الزبله وفلفل اسود. ما راح احط فيه بهار لان اللحم بهرته، انا خايف من سمكه اللحم، اللحم بهرته. وعندي هني عندي قفشه صغيره زبده سمنه اللي تبون.
الحين حمس وياها ونزل عليه الفجأة. سمنة مع الفلفل الأسود شيء عجيب، أو الزبدة والصلة. بسيطة الحمسة كلش، مو الذوب كلها، بس إنه هم تشوح حين فقع وياه. أعطني بابا تعالي فقع تولفس فقع عشان أي سبريت وتر إذا أنت وتر وتر. يلا بابا حماس طلعت ريحته فقع مع السيلات الحنينة. أنا عن ذوقي أقول لكم، ما أقول لكم عن ذوق الناس، الناس تحب أشياء يعني وايدة زايدة بالفقع. أنا ما أستحب، يعني لا تحبوا يا لومي أسود ولا ثوم ولا زنجبيل. الفقع طعمها جدا بسيط، فما يبي شيء يعكر عليه. الزبدة والفلفل الأسود والبصلة تطلع ريحته. بنضيف له بس طماطة لأنه بيصير مثل يخنة داخل الجبن هذا محشي. و يا سلام، بس بانتظار اللحم ونحطه داخله بكوله كم من سوى نطفي عليه. خلاص هذا الماي عندنا يغلي، اذا بغى ماي بنساقيه شويه. شوحت لي الجنبين من تطلي، الحين بحط واحد تحت وحط الحشو فوقه واغطي بالثاني وادخلهم بالفرن. شفتوا جبت الضلع؟ إذا صار ويانا مو عدل، بس فتحت فتحة صغيرة، هذه الهبرة هي العجيبة اللي فيه. وقعدنا هني، يلا حطي أول أول المدل يلا. أيوة ثانكيو، أعطيني القفشة إيه كذي. طاجن عجيب يصير. الثاني هم نفس الشيء، عشان إذا ما انقفض شوية صار مو سيدة نحطه كذي خلف خلاف بينه. أيوة وبس سلامة عمركم. حبيت تحطون شريحة طماطة فوقه تخلونه مثل ما هو، بينضى وينخمي كله. أبي من ماء الفقع قمي ذا ووتر أو ذا فقع بحط عليه شوي. هاتي عندي قفشة بي كيرفول اتس هات شوية كذي. I tell you it's hot. ما تسمع الكلام؟ موفي بفلت البيت جاهز. معونا اللي عندي ماي الفقع بس سخنته شوي قهوة تل، بس نضع عليه كله. أيوة وسلامتكم وتعيشوا. طيح أنت شوية بهار لاصقة في الجدر. والحين ويقعد في الفرن يبي له ما بين ساعتين ساعتين ونص لما ينخمي مرة واحدة كلش. ونسوي عاد ويا القيمة عيش، سوي خبز إذا تبون، والسلطة على كتر. غدا خفيف ولذيذ وعجيب. سوي القيمة معدس وياه. ما هي ليش طلع الصوت كذي قوي؟ حطيت شوية من شوف هذه الوابة مالت الجفن، سمنة، وهذا الشحم اللي هو الخل شالته جدي بوتن دفرج جايين. هذه شحيمات مال الخل وعيش وعدس. اعطيني البصله هذه، وهذه راس البصله فرقاء بطنها. قص لي بعد طماطه بس حط يمكن احط بطنه شويه بطاطا بعد، وتالي اقدمه مع الحمل هناك. نزلت البطاط والمعجون، حطيت شويه من البهار وياه. هذا هو بهار الماما. لا تنسون الملح طبعا، بس كثير ماي مال العيش. يلا بعطيني انا بروح اسبح الحوض. هذا الخبز عدس لنا على راحته انا بيطق بروحه يستوي. يلا طب ايوه شغال عليه تو بدا ينبق. وانا احب ما يراه المعدس، ما احبه يعني نثري ما يمشي عندي، لازم ينهمز كذي مع هال الخليعات تسورج بين الاصابع، يصير عجيب. وسامكم العافيه. بس هني بطلع على اللي بالفرن هذا، ما علينا الحل ان شاء الله. شوف ان شاء الله والله ها
انتهته يا سلام اخلي بعد يا 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 مو الزبده ونريحه ما اقول لكم شيء عجيب. اعطيني المغرفه ساقي من ماي هذا فوق كذي يصير عجيب. وسهمكم العافية حبيبي. الحين إلى المسبح يلا. بسم الله. يا سلام يا سلام. كرسي من راش كله ماي بعد احسن. هالقطوه الكثيفه ما بيتنا اذيه ان شاء الله. كم مره قايل لهم حطوا هذه تشوفت طراديو وش صار فيه برش عليه الماي مال الزرع يعني شو تفهم فيهم؟ ايش حق حاطه يبقى القور اللي هذا اللي اقول هالذي الراديو في بسط الماي تقول يطلع واي مني كانها مو عايشين بالبيت ما يدون ان الزرع يسقر حق ثلاث مرات باليوم يرش هالماي ولا كان ما كان احترق زرعنا كله لا حول ولا قوة خربت راديوي. عده صار عجبه شوف الخلع صار من فوق ايش مع انه بغيت الين بس ها استوى مول يا سلام يا سلام ما شاء الله لا اله الا الله شيل البطيطات نحطهم من فوق ترى هذا كله شيلتين عيش لا اله الا الله شوف ايش كثر فيه خير وبركه حكوك طلعت وياه ريحه العدس مع الخلع شيء عجيب